ياسمين، جانا، ياسمين، تعالوا تعالوا حبايب قلبي، وحشتوني قوي 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 قوي. ايه كل حاجة دي قوي يا ماما؟ اتفرجي عليها الأول وقولي رأيك فيها انت. الله حلوين قوي يا ماما. بصي ده؟ ايه ده؟ الله ده حلوين قوي يا حبايبي، انتوا اللي حلوين. حلوين قوي يا ماما. عجبكم؟ جدا. ماما بس انت جبتي فلوس الحاجات دي كلها منين؟ هو بابي اداكي فلوس؟ يا حبيبتي، بابي هو اللي اداني الفلوس دي وقال لي روحي اشتري كل حاجة البنات عايزينها عشان يبقوا مبسوطين. شفت بابا بيحبوك قد ايه؟ بتشتغل؟ وبتشتغل ايه بقى بسلامتها ان شاء الله؟ الهانم بتشتغل مصممة ازياء. شفت قلة ادب ومسخرة اكتر من كده؟ طب وانت عرفت ازاي؟ ما انا براقبها زي ما شرط عليا عشان امسك عليها غلطة. مش دي شرطك؟ قال يعني بتلد عليك شرطي ورأيي، ما بترجعش تديني فوق نافوخي ولا كأن قلبي عليك. ما هو انت لما بتقولي كلام يخش العقل موزون بشتري منك، لما بتعملي حركات متخلفه زي انك تروحي تخطفي البنت من العياده لازم اديك على نافوخك. طب وانت ناوي تعمل معاها ايه دلوقتي؟ كل اللي انا اعرفه ان هي ما ينفعش تكمل في موضوع تصميم الازياء ده، طول عمرها بتحلم تشتغل ومش عارف على ايه. طبعا ما الهانم بقت بكحه وعينيها تتدب فيها رصاصه. انا لسه عند رايي، البتاعة دي مفيش حاجة هتذلها غير بناتها، لازم يتاخدوا منها. ازاي بس؟ ما على يد كل ما بحاول اصلح بيني وبينهم تحصل حاجة تهد كل اللي بنيته، وانا مش عايز صورتي تطلع وحشة قدام البنات، وخصوصا بعد ما البنت بقت كويسة. طول ما بناتك تحت ايدين اللي ما تتسماش دي هتفضل وحش في عينيهم، لأنها أكيد ليل نهار بتبخ في ودانهم وبتكرههم فيك وبتقول لهم عليك شيء وشويات. تفتكر تكون بتعمل كده فعلا؟ إلا أفتكر. أفتكر ونص وثلاث أرباع. ده كده نسوان يا حبيبي، انا عارفه كويس. عايز تفهم كيد ست اسال الست اللي زيها. طب والعمل؟ قطمه احسن من نحته. احنا بكره ناخد بعضينا ونروح للمحامي اللي انت ما كنتش عايز تروح له معايا، وهو بقى اللي يرسيك تعمل ايه. يا حبيبي لو عايز تفهم الفوله لازم تسال كيالها. طيب ماشي، حددي معاه ميعاد ونروح له. ايوه كده ايوه كده يا اخويا يا ابن امي وابويا، وبكره نكيد الاعادي ونزل لهم ونقهرهم. المصممة أزياء قالت.